كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أعرب عن خالص دعمنا لدولة قطر الشقيقة وهي تتأهب لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، والإشادة بجهودها لإعطاء صورة مشرفة تليق بعالمنا العربي وثقافته الزاخرة بالقيم النبيلة. كما نعبر عن دعمنا المطلق لجمهورية مصر العربية الشقيقة التي تستعد لاحتضان الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية إطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ، متمنين لها كل النجاح والتوفيق إن شاء الله. وفي الختام لا يسعني إلا أن أجدد لكم عبارات الشكر والتقدير، شكرا لمشاركتكم المتميزة، وشكرا لمساهماتكم القيمة في إنجاح قمة الجزائر، وشكرا لجعلها قمة للم الشمل وتعزيز التضامن وتوحيد الصف العربي في ذكرى أم الثورات، ثورة الفاتح من نوفمبر الخالدة. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه خير شعوبنا وأوطاننا، وأن ييسر لأمتنا العربية سبيل الوحدة ولم الشمل. وبهذا أعلن اختتام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 31، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.